شكرا جزيلا لك زميلي الأخضر بريش، والشكر أيضا الجميل والموصول لضيوفك الأعزاء الذين كانوا معك في الاستوديو. في حضور جزائري يقدر ب3000 مناصر جزائري من جاليتنا الجزائرية الموجودة في القاهرة، من الجزائريين الذين تنقلوا من الجزائر ومن أولئك الذين تنقلوا من كل بقاع الدنيا لأرض أم الدنيا في مصر، لحضور مشاركة جديدة هي 18 بالنسبة للمنتخب الجزائري. عبيتيس كرة بعيدة وانطلق من هناك خطيرة، بابا يوسف البلايلي، يوسف البلايلي حاول يمر والحكم يصفر له خطأ لصالح المنتخب الجزائري. البلايلي واحدة من كراتك مع الترجي والمنتخب الجزائري، كرة بعيدة خطيرة، عيسى مانلي، لا لا رائع الكرة هذه، عيسى في القائمة الثانية، كاد يلحق تردد شوية، ياي الحكم ماذا قال؟ داخل منطقة العمليات يا سيد الحكم، البطاقة الصفراء للمدافع عبود عمر، هل ألم يكن داخل منطقة العمليات يا سيدي؟ هنا كرة، شوف الإعادة مرة ثانية، تسترجع بداخل، رياض يستعد، الحكم يأذن، رياض يتقدم، رياض يسدد، لا الكرة في الركنية، ثالثة لصالح المنتخب الجزائري، لو كانت في اتجاه الرؤوس كان ممكن، راح سفيان، راح سفيان، راح سفيان، يلعبها جول وتسديدة، بابا 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 بابا، يوسف البلايلي سدد كرة سفيان، والحارس يصد كاد يأتي الجول، وانيما انطلق كرة، هاي العطال، بهذا الشكل عطال 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 دخل عطال راح، عطال مازال عطال عطال، وضرب جزاء، وضرب جزاء يا سيدي الحكم، فعلها في أول لعبة وفي أول هربة، في أول دخلة وفي أول المحاولة هجومية، يوسنا من عمر المباراة، بغداد يستعد، بغداد وبا با 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 جول، بالبراءة وبالروعة وبالأناقة يا سلام، بغداد يا بغداد يا أبو نجاح، ينجح في هز الشباك وتسجيل أول أهداف المنتخب الجزائري في المونديال الإفريقي، بغداد أبو نجاح فعلها وسجل هدفه الأول، الهدف 11 لبغداد في 72، راح بغداد يا رامي، راح بغداد يا رامي، با 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 با، يجب أن تكون بغداد أبو نجاح، إسماعيل يلعب ليوسف البلايلي، أوه إسماعيل بن ناصر كرة خطيرة، إسماعيل بن ناصر جول، وجول وجول يا رياض، جول، إيليا جول، يسوي هدف يا رياض للمنتخب الجزائري في الدقيقة 43، ضربة رائعة من يوسف البلايلي، يلعبها مع إسماعيل بن ناصر صغيرنا، يمررها لكبيرنا رياض الذي يأتي وبيسرى يحطها في الجول، شوف إسماعيل ماذا فعل، راوغ ومرر، توقف ثم استلم، دخل فوزع، رياض بيسرى ضربت في المدافع ودخلت جول، شكرا يا عمار يا عبود على هذه الكرة التي أدخلتها، كرة راح رياض سقط بغداد، رياض دي سفيان، سفيان بابا بابا رائعة، لا لا انطلق رياض سقط بغداد، أدى اللي عليه يوسف بيلف، الركنية تنفذ بعيدة عالية في القائمة الثانية، أوكومو من سوء حظ ومن حسن حظنا لم يتمكن من هذه الأول بالدرجة الأولى من هذه مزيد من الثقة، لأنه اللي يفوز اليوم التسديدة وسفيان والخطورة، ولا لا ولا لا، هذا إنذار لك يا يوسف يا عطال، إنك أمام ساديو ماني وليس فرانك أو 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 جوليان أو لاعب فرنسي آخر من الدوري الفرنسي، هذا يا يوسف وصلت الكرة، رياضي بغداد، راح بغداد، راح بغداد، بغداد، وبا با 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 با، لمسة يد يقول حكم المباراة وكرة جول، لمسة يد ولمسة جول، مخالفة صعبة على خط ال 18 لصالح المنتخب الجزائري وأول بطاقة صفر، شوف الروعة في خطف الكرة هنا من قبل إسماعيل بن ناصر، بغداد بن نجاح، ثم البيزديد حتى يرتاح المنفذ، البغداد، يوسف ها يا يوسف، اعتقد بانه كان فيه اتفاق بين يوسف واللي سدد، هاتي المخالفة لانه الحارس كان في الجهة اليمنى، يعني في المك مع سفيان، كرة خطيرة
لا 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 ولا شيء. لا 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 يا سيدي. لا 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 يا سيكازوي. لا يا سيكازوي. لا 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 يا سيكازوي. وخطأ من بالعمري يصفر خطأ حكم المباراة على جمال بالعمري لصالح المنتخب السينيغالي. الفريق الثاني وماني وسلامات مرت وراحت. سلامات مرت وراحت. كنت أتحدث عن موسى وجيل اللي قلت غير متعمدة يا سيكازوي. يا 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 غير متعمدة يا سيكازوي. راح نشوف الإعادة ونتأكد بأنه لا يا يوسف. لا يا يوسف. لا يا يوسف. لا يا يوسف. أنت ولد صغير يا يوسف يا عطال. تسمع وتنصت ولا تتكلم ولا تحرك. دي وصلها لبغداد ونجاح. لا 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 لا. العودة الموفقة من كاليدو كوليبالي يتمكن من صد هذه الكرة وإخراجها. وإلا الثاني رياض محرز. لا لا بغداد وعيسى مندي. الحكم قال ضربة مرمى حطها لكم فوق الرؤوس. شوف هنا بغداد وعيسى مندي واحد خلف الآخر. خطيرة راح بغداد كرة جول. يا بغداد يا بغداد التصيدة. لا لا سفيان وبغداد وداكار منه سفيان. خطيرة وبابا با جول وبابا با جول جول. يوسف يا يوسف لعبة جماعية رائعة. يا سلام لعبة كبار. نعم لعبتم لعبة انت كبار. عطال لرياض. راح بغداد راح بغداد يا رياض راح بغداد يا رياض. يراوغ رياض يسدد رياض. با 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 با. الكنترول تاعك فريد. التمريراتك فريدة ومراوغاتك فريدة وبعيدة ورائعة. با 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 با. مدافع صبالي صبالي صبالي. هذه أخطر فرصة للسنغال. محمد فارس راح يدخل بن سبعين يصير وسط دفاع ثالث. لا 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 بن سبعين هو اللي يخرج. ممكن رحيم مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم مرحبا بكم. قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات. والسنغال من أجل المركز الثاني المؤهل إلى الدورة الثانية. كوشا وكوشا وغيره من اللاعبين المتميزين والمبدعين مثل ما هو صمت. الجزائر فريدي في تنفيذ المخالفة. وبابا با رائعة. دولور اخذها دولور راح دولور دولور من هنالك عجل من كرة جول كرة جول كرة جول وبوداوي جول. ياي ياي كرة بعيدة لسليماني. كرة رائعة جدا. يا سلام يا سلام. بعد من عند محمد حسين. هاي الكرة الأولى رائعة جدا من إسلام والخروج الموفق من مانولا. كرة مرت. دولور دخل دولور مازال. رائعة رائعة خطيرة. يا 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 يا. تعادل مازال صفر مقابل صفر بين الجزائر وتنزانيا بين امونيكي وجبل وهشام. مهدي سفانة توزيع رائعة. وهدم الناس. لا لا رائعة من هنالك من مهدي زفان لإسلام. دولور 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 يلعب بينيا دولور ترجع له كرة خطيرة. دولور دخل دولور والدفاع وخطيرة. با 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 جول. لا اسماعيل براسر كرة أخرى. يا سلام على خط ال 18 سددها اسماعيل. كاد ياتي الجول الأول وكاد ياتي من أقدم اللاعبين في تشكيلة منتخب تنزانيا. وهؤلاء منتخب تنزانيا وين على الجهة اليسرى حذاري يا رئيس. راح إسلام رجعت له إسلام من عند أدم الناس. إسلام والتسديدة. اللعبة الثلاثية كانت رائعة. أندي دولور متسلل 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 متسلل. أدم الناس في هذه الكرة البعيدة من أندي دولور موجود على الجهة اليسرى في الخط الأمامي وأدم الناس على الجهة اليمنى من هنالك. الناس هائلة من آدم وانطلق من إسلام. كرة جول كرة جول كرة جول كرة جول كرة جول كرة جول وحطها بالجول إسلام.
عند الدقيقة 34. يا سلام الهدف 28. يا سلام عليك يا آدم، تمريرة ولا أروع في اتجاه إسلام حطها في الجول. رائع أنت يا آدم والناس، قلت لكم إلا آدم من يعرف ماذا سيفعل في الكرة، كيف سيراوغ وأين سيمرر. إسلام سليماني هز الشباك، شوف التمريرة الرائعة من آدم والناس، تركها إسلام حطت في الأرض وحطها بيمناها في الزاوية اليسرى وجول. رابع أهداف الجزائر في ثالث مباراة في نهائيات كأس أمم إفريقيا. هاي افتتها واهتزت الشباك، بعدها ستهتز ثانيا وثالثا ولما. والناس ما زال آدم يراوغ، ربما خطيرة والناس ولا لا. هل فهمتم؟ هل يلعب مع إسلام، ترجع لآدم، كرة خطيرة، بابا بابا بين إسلام وآدم، حتى في الجول صغير الجزائر. آدم والناس بثنائية والأروع بينه وبين إسلام، استمررها واستلمها ودخل وحطها في الجول. آدم والناس يبدع ويسجل أول أهدافه، لأن إسماعيل موجود في التغطية، تروح لهشام، هشام مداوي يلعب ممتازة لمحمد فارس، محمد فارس حتى هو حب كذا تجاوب مع هكذا لعب، مع هكذا أهداف، مع هكذا روعة، ومع هكذا براعة. بابا بابا أدب الناس، بابا بابا جول إلياي، إلياي جول أدب لإسلام، وإسلام لأدب، وإسلام لأدب، وجول يسجل اليوم. وهي الصورة الأهم والأروع، الكرسي الاحتياط كله فرحان بهؤلاء الصغار وهم يبدعون. نعم هي الصورة الأفضل من صورة الجول، وأفضل من تمريرة آدم ومراوغة إسلام، صورة اللاعبين الاحتياطيين وهم يفرحون كلهم بالهدف الثالث. ليس هدفا قاتلا وليس حسبا حاسما، بل هدفا ثالثا في نهاية الشوط.